المبره محفره الفوطه هذا اللون ماشي حمر ماشي كرونا اللون العكري اللون العكري والكري والكحل وهذاك راه ارجونتين قري هذا كيبري مبره محفره هذه الفوطه مخضره شوف الفوطه محفره هذه الفوطه محفره تيقولوا لها مبره الفوطه المحفره لاحظوا كي دايره فيها لارجونتي النقري القرى والعكري اللون حمر العكري ما بين الحمر والكرونه ماشي حمر ماشي كرونه اللون حمر مغلوق داكن بحال اللي مايل الكرونه هو حمر فيهم لاستيك تيلبسو ثلاثة متر يعني الفراش خص يكون فيه ثلاثة متر جوج متر قل شي خمسة سنتيم متر وثمانين يعني الفراش خص يكون هذاك معاهم ربعتاش الخدية مستعملين ديما كنقول لكم قلبوا الطلامط في الوسط هادو المخيدات ديالهم مخيدات متوسطين يعني نقيقين هاد الطلمطات هادو الثمن ديالهم تسعميه وخمسين درهم تسعطاش ألف ريال لي بغاهم صفر ستة واحد وربعين سبعة وستين ثلاثة وتلاتين خمسة وتسعين الإرسال ديما تنقول لكم لي طلامط فوق ألف درهم كتصيفطو تمن آه كتصيفطو لي غير تمن الطلامط كنصيفط لكم كلية خالصة لجميع المدن المغربية إلا الصحراء الصحراء يعني ديك الساعة عاد كنتفاهم معاكم على مصاريف الإرسال وبالنسبة وفاش كيكونوا اللحوف الدارة اللي, الدار اللي كيكونوا فيها اللحوف لان كنلقى مشكل في الارسال كنلقى كطيح عليا الكوليه غاليه بزاف يعني الضره اللي كيكونوا فيها اللحوف ديك الساعه نتوما كتخلصوا كوليه وانا كنخ... وانا كنخلص كوليه كنصيب لكم كوليه خالصه نتوما كتخلصوا كوليه ديال اللحوف هادو الثمن ديالهم 950 درهم آآ آآ يعني غادي الثمن ت... طلامط زائد 50 درهم للارسال قل من 1000 درهم اللي بغاهم 06 41 67 3 33 95 الا كنت كتشوف القناه ديالي لاول مره وعجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد تبارك الله عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته